الخدمه دلوقتي في اي حته على حدود مصر كلها خطر. مرتاح ازاي؟ انت مش شايف القلق اللي في كل مكان؟ كل خدش على حيطان بيتنا بتذكر. خلص بكفي علينا هون. صارت نوش بكل محل وبطلت امل. احنا امتى بدنا نروح من هون؟ دكتور هشام هلال، دكتور مصري وبشتغل في مستشفى في ليبيا. وانت جاي في ايه وسافرت في ايه؟ تتذكري بيتنا بفلسطين يا ستي؟ معقول؟ ما بقاش في امان للدرجه دي؟ بسرعة على القصر القريب، ارجعي بسرعة، وضع مش مالية. بصراحة قلقانة من نقلة العريش دي. قلت لك 100 مرة مالكيش دعوة بالحوارات دي خالص. اتأخرت يا مليحة. الأيام الصعبة اللي زي دي ما ينفعش معاها بكرة. الأيام دي محتاجة صبر. وين بدك نروح يا مليحة؟ وين؟ أهلا وسهلا بيكم. طيب، رمضان في مصر فعلا حاجة تانية على رأي حسين الجسمي. والدراما في مصر أنا دايما بشوفها دراما حاجة تانية. أولا الدراما المصرية دون أي انحياز هي الدراما الأكثر انتشارا على المستوى العربي ككل، ويمكن الدراما المصرية والفيلم المصري هم أكثر المشاركين في فكرة فهم المجتمع المصري وفهم اللهجة المصرية، مش هقولك حتى اللغة المصرية، اللهجة المصرية، النطق المصري، طبيعة المجتمع، وخلق جزء كبير جدا أو ساهم بشكل كبير جدا في التقارب ما بين مصر وما بين كافة الشعوب العربية. بعيدا كل ده طبعا عن فكرة التاريخ المشترك والعلاقات المشتركة، سياسة كانت أو اقتصاد أو علاقات تاريخية طويلة جدا بتمتد مش لمئات السنين ولكن لآلاف السنين. عندنا مسلسل أنا أشوفه من المسلسلات المهمة جدا اللي أنتجتها المتحدة السنة دي، وهو مسلسل مليح. أولا لأنه هو قصة اجتماعية، قصة إنسانية، ولكنها متشابكة ومتضافرة لو صح التعبير مع الواقع اللي بنعيشه، وجزء كبير منه جدا هو الواقع الفلسطيني. إضافة إلى أنه احنا بنتكلم على مسلسل مبني على أحداث حقيقية. فوق كل ده أنه من الحاجات المبهجة بالنسبة لي دايما هي مشاركة النجوم العرب في المسلسلات المصرية، وأيضا أحب دايما أشوف النجوم المصريين وهم يشاركون في المسلسلات الإنتاجات العربية المختلفة. معنا على التليفون الحقيقة النجم مروان عايش وشارك في هذا المسلسل. أهلا بك أستاذ مروان. مساء الخير أستاذ يوسف. مساء النور عليك، كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم على الجميع. علينا وعليك يا رب، واسمح لي أعيد عليكم أنت والسادة المشاهدين وأحكيكم كل عام بخير، ونسأل الله طبعا الفرج العاجل لأهلنا فلسطين عام وغزة خاصة. آمين. اللهم أمين. طبعا آمين 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 يا أستاذ مروان. كيف ترى مسلسل المليحة وكيف ترى هذا النجاح اللي حققه المسلسل؟ يعني إن شاء الله إحنا بداية البرومو التشويقي، إحنا يعني ردود الفعل كانت أكثر من رائعة. بداية نحكي عن البرومو التشويقي قبل عرض المسلسل، المشهد كان عن نزوح العائلة الفلسطينية وسط الأهالي، وكانت ردود فعل جدا رائعه، وصدقا انا شخصيا متشوق اني اتابع العمل. صحيح. الناس عم تتابع وبتشوف الدراما عم تطرح القضيه الفلسطينيه وبلغه تحاكي الشارع، يعني بلغتنا، بلغه الناس، البيوت. الناس بمجرد ما شافت البرومو او الترويج بتاعه يعني وعلى طول خدوا قرار ان هم هيبداوا يتابعوا المسلسل وعرضه، اظن هيبدا العرض على قنوات اون تي في ان شاء الله. نعم ان شاء الله يا رب. اذا يعني نجاح بدأ
من بداية عرض البرومو التشويقي، بل أكاد أقول لحضرتك أنه من أول ما تكلمنا على هذا المسلسل، مجرد كلام على الإعلام أو كلام على صفحات الجرائد، فالناس أصبحت متشوقة ومنتظرة لهذا المسلسل. وأنا بشوف أن جزء كبير من نجاحه مش بس فكرة أنه هو يدور أو مبني على قصة حقيقية، ولكن كمان جزء كبير من نجاحه هو تواجد حقيقي لنجومنا العرب في هذا المسلسل. زح حضرتك طبعا. طبعا الفضل، نعم نعم طبعا الفضل، هذا الشرف لنا احنا، انا بحكي بلسان زملائي افرادي، طبعا هذا الشرف لنا، والشكر كل الشكر طبعا للشركه المتحده وشركه دي اس بلس، ممثل الاستاذ بلال الطراوي. هاي يعني انا شهادتك الكل مجروحه، لكن جهد مبذول لانجاح العمل حتى يومنا هذا. يعني التعاون مع فنانين عرب في ادوار غير مصريه بادره احترافيه، انا بعتبرها يعني بتدعم المصداقيه في طرح الموضوع، فهذا يحسب يعني للدراما. الدراما المصرية لها تأثير كبير بالشارع، فإنك تجمع أو تطرح القضية بأشخاصها الحقيقيين، أنا فلسطيني، جميع الفلسطينيين، فإحنا الشعب الفلسطيني بعيش المعاناة طبعًا من سنة 48 حتى يومنا هذا، فطبيعة تلقائية حتكون موجودة، والصدق في طرح الموضوع موجود، فكل شكر طبعا. يعني لو أذنت لي عايز أعرف ولو ملامح رئيسية عن الدور اللي بيقدمه الأستاذ مروان. مروان بيلعب دور عمار، رجل فلسطيني وهو والد مليحة، رجل زي أي رجل فلسطيني بيحمل هم عائلته، بتواجه تحديات بعد ما تم تهجيره من أرضه، بضل هدفه دائما رجعته للبلاد، يرجع لأرضه، يرجع لداره. فيعني مبدئيا هاي الخطوط الرئيسية، الناس ندخل في التفاصيل عشان ما نحرق ونشجع الناس إن شاء الله تتابعنا. طبعا طبعا نورتني وشرفتني، وأتمنى أن احنا نتقابل قريبا. كل التوفيق إن شاء الله للمسلسل، كل التوفيق لحضرتك بشكل شخصي أستاذ مروان عايش، أحد أبطال مسلسل مليحة يعرض قريبا على الشاشات المصرية.